هاي جايز، اليوم جاياكم فيديو جديد. انما ايه، اذا انتم جداد على القناه ما تنسوا تشتركوا بالقناه وتعملوا لايك عشان تشجعوني اسوي فيديوهات جديده. وخلينا ندخل بالموضوع. طبعا زي ما انتم عارفين كل رمضان تطلع لنا مخلوقات غريبه، فراح احكي لكم ايش اكثر مخلوقات اغلب الناس بتعرفهم من التصرفات الغريبه اللي بيسووها. اول نوع اللي هو النايمين طول اليوم وسهرانين طول الليل وحاسبين علينا انهم صايمين، يعني من جد صراحه كثير تعبتوا حالكم وحسيتوا انكم جعتوا. لا، وفي كل هذا بيصحوا قبل بخمس دقائق من اذان المغرب، الله اكبر الله اكبر، وبيجوا يفطروا معاك وكانه صحيين من صبحيه ربنا، وتعبوا كثير وجاعوا من كثر الصيام. يعني بحس الواحد انه بده يضرب كف للشخص اللي قدامه لانه اصلا ما ساعد بشيء، وبعدين بيجوا ياكلوا الاكل اللي حضرته. يا زلمه شو؟ ثاني نوع اللي هم بيصوموا صيام طبيعي زي كل الناس، بس طول اليوم قاعدين على الكنبة ما بيعملوا اشي. طيب ممكن مساعدة؟ ولما يشدوا حالهم عشان يساعدوا بتحضير اشي بيتحولوا لسلحفة أبطأ منها ما في، يجروا حالهم جر. خلص شكرا يا حبيبي، تم الاستغناء التام عن خدماتك، خليك قاعد أحسن. ثالث نوع اللي بعدوا لكم على السفرة قبل بنص ساعة من تحضير الفطور. طيب أتوقع ضايل نص ساعة، وقبل بخمس دقايق بيكونوا مسكين التمرة بإيد والعصير بإيد تاني على أساس إنه خلص مش قادرين يصبروا لهم خمس دقايق زيادة علشان يفطروا. وأول ما يقول قبل ما كمل المؤذن حتى الله أكبر كمان بتلاقي رشفات العصير تتراشق بكل مكان من كتر السرعة علشان يلحقوا يفطروا. لا حول ولا قوة إلا بالله. بس رابع نوع، وهذا المخلوق تصرفاته بتصير ملاحظة بشدة، اللي هم بيصيروا شيوخ برمضان كأنه رب رمضان مش موجود غير بشهر واحد. استغفر الله، بيصيروا أكثر ناس متدينين في العالم، بيقرأوا قرآن كل يوم، بيروحوا على كل صلاة، بيعاملوا أهلهم منيح. صراحة يرد في إنسان هيك كل يوم، ولكن يا حسرة أول ما يخلص الشهر بتصير تدول عليهم ما بتلاقيهم. وينكو وينكو وين رحتوا وتركتوني؟ وهم طول اليوم برا دايرين مع أصحابهم. يا حيف، بس يا حيف على أيام رمضان. خامس نوع وآخر نوع لليوم اللي هو المخلوق المعصب طول اليوم. هذا المخلوق موجود بكل عيلة، كل ما تطلب منه إشي بيصرخ بوجهه أنا صايم. لا بالله، ما كنت عارفة أني مفطر وأنت الوحيد الصايم بالعالم. والله منيح أنك حكيت لي، صراحة أسفة كتير، خلص أنا عذراك. فهم طول اليوم طفرانين وما بدهم يحكوا ولا مع إنسان، ويا حبيبي إذا كانوا من المدمنين على القهوة. هنا خلص احبسهم بقفص وريح حالك. طلعوني، هي خلص ما راح أعصب مرة تانية، أنتوا بس طلعوني. وبهيك بنكون وصلنا لنهاية الفيديو، بتمنى انه يكون عجبكم. احكوا لي انتو اي نوع من انواع الخمسة هدول في التعليقات، واذا مش منهم اي مخلوق بتوصفوا حالكم فيه برمضان. صراحة انا ولا نوع من هدول المخلوقات، بس اذا حمستوني اسوي جزء تاني بحط لكم انا ايش. فاذا بدكم اسوي لكم فيديو رمضاني بمخلوقات تانية وتصرفات تانية خبروني واعطوني افكار، خلينا نسوي جزء تاني من هذا الفيديو. ما تنسوا تعملوا لايك ونشر للفيديو بين اصحابكم وعائلتكم وقرايبكم وكل الناس اللي بتعرفوهم، بحكوا لهم اي مخلوق بتحسوا انهم بيتصرفوا مثله. واهم شيء ما تنسوا الاشتراك بالقناه علشان تدعموني اكمل فيديوهات، ونشوفكم فيديوهات تانية ان شاء الله. باي باي.